هذا اليوم تحتفل بلدية طول كرم بيوم المرأة العالمي، وحقيقة هي تكرم قطاع النساء العاملات في بلدية طول كرم، وهو عدد جيد بالمناسبة. وجرت العادي في البلدية للاحتفال، وإخواتنا العاملات دوما وكل عام بهذه المناسبة، والتي تقع ضمن الشهر الحاسم والحافل بالمناسبات كيوم يعني يوم المرأة العالمي وعيد ويوم الأرض وأيضا عيد الأم وأيضا وعيد مناسبة الكرامة، وأيضا كل هذه المناسبات، وهو شهر آذار، وهو شهر يعني يأتي في الانقلاب نحو الربيع بدون أدنى شك، وبالتالي هي جزء من أجزاء العطاء حقيقة التي تقدمها المرأة، لا تقف عند حد ولا تقف أصبحت عند حد البيت والمنزل، وإنما طالت حياتها الممارسة الحقيقية والمشاركة الحقيقية للرجل في الحياة العملية. وأنا أتمنى للنساء كل التوفيق، على الرغم من أن هذا العيد هو يكرس ذاته للمرأة فقط، إلا أنه إحنا نمد يد العون حقيقة والمساعدة من أجل الأخذ بيد أختنا المرأة، من أجل أن تقوم بواجبها جنبا إلى جانب إلى جنب الرجل حقيقة. اعتادت بلدية طول كرم المحافظة المؤسسة الأولى في محافظة طول كرم على تكريم المرأة في شهر المرأة شهر آذار بمناسبة يوم المرأة العالمي، وكذلك بمناسبة يوم الأم. التقينا في هذا اليوم أن نكرم أخواتنا الموظفات في بلدية طول كرم لنعبر لهن عن شكرنا وامتناننا وعرفاننا لهن على قيامهن بمسؤولية عالية التي تعمل دائما على تربية هذا المجتمع، وتعمل أيضا على النصف الآخر من المجتمع كونها هي النصف الأول وتعمل على النصف الآخر من المجتمع. في هذا اليوم نشكر رئيس البلدية وأعضاء مجلس البلدي على هذا الاحتفال الذي قام به اليوم بخصوص المرأة العاملة.